السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشايخت شرفت لي صحافة دمان هلك محن سكوني مادني إن أن وربحن كوبن كبحن نو برنامج كي وقتي بدن سو سعودي أو أها مدرسة النجاح نجاح أو وقت دير أن كنت لقلني برنامج إن أن أسمينه سيدة أكسون تهين ماشان مانتا علمدي مقالة ذا أنت هذا بدنات وحي اسكوغو إماتي إن برنامج كاس وحلقة قفتو برنامج كاس كومتي ذي وحاوذ الجوغان إن شاء الله كشقين هيين قدقي بودكاست الأركيسين وحيكو تلقلين إن لو سمي وقف قري وقفة ومساي مدرسة لغو تمويليو برنامج جديد وقت ديرنا لب اللعبي دولكي وقذن يهي دوري 8 مليون باهد كوهر لقب بحيي وحان عدسانينا مركا دمان مسلمين تا ميلي جوغان با عالم كا برنامج كاس علمدي واوينيد با نالي جوغان وحان عدسانينا مسلمين تا ميلي جوغان با ان برنامج كاس سي جدي لوغا قيبقاتو او لو سمييو تبرعات مدرسة نجاح يدور كيدا اي اهمية ديدا يصيد الهي وبركي مسلمين تا ويلاه او انفعي وحان ملايني عيد اي كاقرصان تو اهدا لو شيغي ملغا مناسبة بفرق بضان والاقا ورمي علماء ويكا ورمان لكن ما تأجيدة كيلي او الله ربو ماشا ان لغا شيغو علماء اي او كل من ماشا وحاويان مدرسة دا وحاتو تاكلين جري او نقالسين جري شيخي عانكا الله نعرسي مفتقة سعودية شيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه شيخ ابن باز كلكم انتنا مدرسة محوة دولك يكسون عدي تقاله شيخ وسينة كلكم قوي دولك يكسون عدي مسلمين تا مدى هذا الجو 8 سنة ريقارسة ايو محوة قده ايو دبادة ايو ملكسة وايدة ذالي وحي سميين قرمت مدرسة اللو قده محوة بوس اللو قده دول اللو قده دول كاس اللو قل لها إن لغو سمي وقف مدرسة إن لغو لسا وقف إلهي ما قدرين إلى يومنا هذا للك ولو بناي هاي إلهينا سبحانه وتعالى كلكو شيك أودونه مركا أمبون أسباب إلهي أسهله إذا أراد الله شيئا سهل له الأسباب مركا علماء ده ما تحوي وقايل نامين إيه قرمت أو المسلمين تا قده إيه دمد ميل أجوغان با وحال دوني وجيق اللباد أو مشروعة إن له دافره أو ما تمحوها لوتين لغو سمايو تدشين لغو سمايو وجيداد هرطة ميش لغو إمبادة وإنتا وحال مبالين يا إنتا ميش أسوغو تمت واحد أبنا هاي لو شيء أو لو حق أنا ينجرين نول حق إسلام كوقبة فلما ذي لوية دعوة إسلام ك كعنت كوهاي سي مدر دو يبدر لربا مركز سيال درادة مدرسة هذا ماشى لسويمت ومدرسة آد يآد يآد تاريخ ونكسن صومرتن حتى الآن أنا ما ترمين ويد جوكتاي وعثارتي ذي وتاجنتاي شيء أساسه كلا أنا وحكوف في عيني هاي إن هاي لحصوص تاريخ لويرة أيضا أو وقتي أسو وقتي أيضا نود إستنية وحتى هاي إن في دوك الذي جرى عن مدرسة إسلامية على قوانين دوكسي واحد موية يجوا بالله بسي الحمد لله رب العالمين حتى بالله بسينا ومعرفة معرفة كذا بيسا طلاب يسي قاضي سي مركا مدرسة دي أساس محوها يهورتا يفايدة وكان سي فايدة دينا وادوكتين هذا انت مدرسة كفر المقالة انقارس ايضا بينا كسر الله وحصولا
هذا واحد لو باهدي هذي مدرستي هوس قرد هذي حق النقالها واحد لو باهدي إن وحي لو قطر كرو لو قطر سيل لوس وكيوس دي أيونو شيخ شيخي ماشي مدي مدير كاي يوم حام يا تابين كيو مركز تانا أنو وح أجري هذا عندنا كشيكين ما ودوكتين مدى يذا ووقفته ودوكتين إذا كأجري هذا إذا كاب أنا واحد كشيكين ما مركب أنو ولوبا وحي كل قمان أو أما فكرة وحلوه الكرا أما قام وحلوه الكرا وحيرتها هنا السوجي لسان هذا أنا عيد إذا شيء ما هو ما هو ودوكتين تذكرنا وحي أجيهين هو هاي روما بفرفرفرو هذا غير هذا مسجد جرو شيخنا دمياي حفظه الله وأنا نكي مدرسة المدير وهرية مدرسة أساسها بوها مرتبة وين صعبتي تاريخ وصعبتي فلقة وصعبتي واقع إنه مرتين حالة لأن دولة لأن ما كلمات وحوي دمان ذهبية مرك هذا الكلام أمسيل هاي مجرو مدرسة وحوي بحان توانا لي شيء وحرمنا مدرسة إني قرن أنا قدم بيني سيس عطارمنا قرن أنا قدم بيني هنا سيس عطو وحرمنا المها آخر سنة يا محب الله قادم أو حلوهيل قول يا إن لهر جليو الله لسه قول يا تي لهر جليو الله لسه وقول يا لقاني كصباح مدرسة يخص عطالة ربا هل كو المعنى وحبا عن لقا قادم مركا مرتا مارت مرسا اسكوكا كانتا اما قولي الله لسايا اما لور داي ومرتا عيضا دادك اللقا ربانا جبتها تشوغن قدها تشوغن وحاوي وضفك مسلمينتا اما اللقانا نانكو حضينا هقرتين اما ينقرانين مسلمين طوردان ايا مرتا لو لقستهيا جبت يا قدابا كلير كمير فقجو كمير لو تشوغن مركا إنجانا مسلمين تان خالوا وجهستان. قارس كلي يقولون وليس كرتان عقيدة أنقبو. استقاط كان أنقبو. قارس كلي يقولون وليس كرتان مخيل قارس العقبة ما يقبتها. هدي وحوي الله كالبحر. ومارت ذات سفعة عن موافقة إليه معلن. على كل وحائل خصوصا. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه إنه كجير لن تأمر حتى تنفقوا ما تحبون. أنا خير كيول كيسة مستوى ناجة مقالينا إلى أد بحسان. وحا ادو عيشين خولين باهي كانتي او لا دوناي ان لو دعميو معدكاس اد مقشين مدرساس اي علماء اي شيغان مدرسه نجاح ما عم بين مدرسه كتهي لكن اي وا رنتي مشروع وين او دعوي او خيري او دعوه استا افريكا يا عالم الإسلامي إن بدنو كمد كقاب قاتوي علمادي يدعادي كصوب حي سيد المغلي سينا مشروع عاس أما مركز كاس هو أساس مي كنيو سالبا ولحنا السد حذي وحنا ليه كرا ومشروع وهرية إستا أفريكا وحبرشة رنتي قيمة الأوتيل لغسيناي وبتك مسلمين تي كلقان جيجان إستا أفريكا iyo ila martay Soomaaliya qarniga qar Afriqiya mashruucaas min buda ayaa runtii dacmi u haystay dibadeed laakiin haddii wax adduunku iska cuslaaday waxba ma ka istaagay hadda waxa loo istaagay oo maanta aan anagana baaqan aan u jeedinayna muslimiinta meel kasta joogan in mashruuc loo dhiso waqfi ah guri waqfi ah runtina dhaqaale badan baa loo baahday oo ka taagweyn dadka muslimiinta ee gacanta ku haya mashruucan iyo inta kaga dhubay ka tan badan saas ay waxa keentay inaan cod si jeesano oo muslimiinta oo maartay u wacanno oo aan kaalmo weydisano si mashruucaas uu u hirgelo oo uu dhismo maartay dhismihiisa sida lagu qiimeeyay mashruuca waa ilaa $1 million wey runti وحنا لفليا هدي إله سبحانه وتعالى وهرجليه إن المدرسة أصبح بحدونته وأولاد المسلمين أنت بدل أكسنتين واحد واحد برتو وخيرك إيو مدارسته إيو مساجد دعوة أفرسته وهذا كتبر ضر أنت بدل مارته وحنا إن شاء الله رجده أي تهاي هدي إله مشروع على هرجليه إن أمد أصبح برنسه يكون كتار مارته في سبيل الله هدي إله إذن كمارته يزدك المسلمين تكر أنا مغلى عد كأنجا أي مشروع أي لسان إن شاء الله وين نسدوا إلى إذن كيس ماشان ومجرد غاريسا
مشروع لو فديا علمادو ايو هادلايان اي ميديا الاسكو يارينا وحاوي مدرسة النجاح الإسلامية وكتها لما قالتها قارسة ومدب بضان لسنات لحدا سنة يكب بضان با وضد بضان ومسلمين ورق يدمر باله اي كاف لحين هدنا سعوطة ان لو اروريو مشروع لو الربا ان نغضو واقف خيري اه اي مدرسة كبها يبحضو وقري اه وحكسوا بحان معلمين تي يا مامولكي يا دمان باهي مدرسانا دبولا الى 11 مليون دولار بالوق يا سي مشروع عاصا وقت الدول الربعين فاريزين اما جمع تبرعات لحق ارورين لو سميو يا يعني المسلمين تو باقي ان ميري جوغان با اي كقيب قاتان نبي عليه الصلاه والسلام حديث ابو هريره النبي عليه السلام وكوريي في صحيح مسلم كسوغنا وكاله اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث عمل كقفك بن ادم كو غا يا مركو دينتو صدح شيبا لغا سو ريباي صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له صدح لاس لغا سو ريباي مركا صدقه جاريه معناهد روحا ويه شيء صدقه او نفعيدنا او سكنايا فايدهده اي سكنايس ايدونا باقي اهانايو دبا دمانين وخا لا عوناي او كاله او اسكا دماني لكن هدي عماره لا ديسه ما غوري وخا كسو بخايا انت غوريغا او ديسن ياي قفكاسي وا سكنايس سو قبريغا كوجيرا انت كاله وا سيده شيخيها شيغان الله يدين بركايو لعقت ميشا لا ربو ان غوريغا لو قيميه اد اركيسان وا 2 مليون دولار هدي 2 مليون دولار سومااليدا هدي لو قيبيو aad bay u yartahay midalan waxaan isku isba weydinaynay reer Hargeysa oo kale inaan niro 300 reer Garoowe 300 Muqdisho oo kale 500 ilaa Kismaayo iyo Jigiya eegana 300 inta kalena Soomaalida kale iyo Islaamka kale iyo reer Kenya aan isku darsano waxaan idinka codsanaynaa lacagahaas khaasatan Soomaaliya waxaan idin ka rabnaa maanta inkastoo abaare iyo mashquul far badan uu jiro lacagahaas meel kastaba inta aan sheegnay wixii aad kari kartaan sida ugu dhaqsi badan inaad tabarucaad u sameystaan oo midalan aad uga qayb qaadataan dhismahan asaga sifa sadaqa jaariya idinkana idin ku noqoto sida ogsoontiin culimada hadda daafaha adduunka joogto inta badan مدرسة النجاح بي يكسو بحين لعل إذنك إن عرورتين قيب كمد إن إنت كأخرستين دمان صومالي صوماليا إيو إسلام كأوردن كدبنا أي هذا أي قبطان مثلا أي وحبضا أي أتران بعد عكرتا مركا آد يآد بعد أمها سنتهين وحان إذنك عد سنينا إسلام كدمان لعاكتاس سيدا أقول أخصي بضن إن آد waxaan oo kala qabtaan ikhwani fillah ilahi wa mahad iskala subhana wa ta'ala noogu isku keenay meeshan amal khayri oo ilahi subhana wa ta'ala loogu dhawaanayo ayaan dadka muslimiinta ugu yeereyna madrasa tawxiidka ee daacwada ka qayb qaadatay muslimiinta ilahi ku anfacay ayaa waxa la rabaa in loo gargaaro waqfna loo dhiso mid ugu hore waxaan idin xaqiijinayaa muslimiinta meel aad joogtaan ba أرن كما درسون جاح وأرن لورد نيهي علماء ذي ووينا إرهاقاري ساوح كما قان مالها ميشان دمان تود ويسسوب بحيين حبكي مدرسة داس وحلوقو قبان لها لول عالمي ومدرسة مغادة برطان كيدا كو يالو وجامعة موس جيران لا ودادك بيع مشترك أي العق ليهن هنا لغسي يفرب بادن تودوات المدين لوغاري أيا وحا علماء دور بدين aan mashruuc waqf oo taagan oo intu ilaahi subhanahu wa ta'ala ugu talagalay adduunyada ay joogto joogo oo daacwada iyo tawxiidka iyo risaalada islaamka faafinayo in meesha laga taago waa wax loo idil yahay go'aan la wada qaatay weeye meel la joogana waan gaarsiineynaa arinta wax yar hadaan insha Allahu ta'ala muslimiinta ila waxa la rabo hadda la rabo in la guro waa xoolo iyo dhaqaalo sadaqo weeye aka absan in maalki ilaahay ku siiyay hadaa sadaqo iyo ooju khayr aad ku bixiso wax ka khayr badan buu ilaahay bedelkiisa ku siinaya saadaraadad muslimiinta meel ay joogan ba dibadda iyo gudaha ba mashruuca asaga oo haraambay loo qaban doono insha Allahu ta'ala sanadka cusub awalkiisa oo dadkii madaxda iyo mas'uuliyiintana ay diyaar u yihiin waxaan rabnaa inaad na kaalmaysaan
إنها مشروع عقال ميسان إنها تقرب استاكتان سيد نبيار إن شاء الله تعالى الوحا قيجيو هدي أرنتا على قيب صدق أولا ترتيبيا ويفوضان إسان إن شاء الله تعالى علماء سان أتاقن هبين يمالين حرير رب بضان بالا سمين دونا كالسوني قود بان إنسينا إنا مسلمين تميلات جوكتان بهاد إسلية ذهي مثلا حواليها أنبحيي أبو إنتي كل دوناني إنتي قدن بين دونان كالسوني بان إنسينا ما قرنتين أو أه waxay ku dhacaysaa meesha loogu talagalay iyo gacanta culumada meel kale dhacaysa malaha baaqa marka loo dhaganuglaado qofka uu soo gaarowna waxaad ogaataa ilaahay baa ku doortay khayr baa lagu soo doontay khayr baa lagu soo doontay khayrka loo dhaganuglaado ha loo degdego jazaakumullahu khayr barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam سبو شيخ خليف عبد الحسين مدير مدرسة النجاح الإسلامية وحنتاجنا هي قابتي لو تلاقى لنا قد صار وقفة مدرسة ده حتى لو حنصامرنا ماشي أي تعليم تكسر عتي عروت أو جلاس أو كذي رأي ما أرتدي أو جلاس كذي تا ماشي رأيي ده إن هدف تاجنا هي وسبو شيخ الشيخي فقال قارس ماشي أقوم سبعي كبيتها magaalada hore ee aasaaska ahayd waa meel aad iyo aad istaraatiiji u ah ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala dhulkan intaa la'eg baa xaddiisa milka uga dhigay madarasada sidaan shalay baa sheegnay culimadii gaar soo dhan oon halka maqnayn oo mashruuca u midaysan una soo jeeda habeen iyo maalinba si loo fulin lahaa ayaa baaq u jeediyay walaalahood muslimiinta dalka gudihiisa iyo dibaddaba waxaan garantii bixinay adduunka maanta shaki badan baa iska jira in badan oo muslimiina xoolaha ay bixinayaan bay isweydinayaan lacagtii meeshaa lagu bixiyo qofka muslimka uu ku bixiyo inay ku dhacayso meeshii loogu talagalay garantigaana waxaa weeye culummadii iyo ducaadii gaaris iyo kuwii kiiniyo idilbaa u midaysan oo u weyn yahay sheekh maxamed cabdi ilka dahabli ku magac dheer marka waxaad ku baxsataan ama madarasada u bixisaan mowqicaas meeshii ugu munaasab sanayd buu ku dhacayaa nacfiga muxuu yahay marka meesha marka la dhiso nacfiga meesha wuxuu noqonayaa haduu ilaahay yiraahdo la dhiso madarasada wax alla waxay u baahanayd oo baahi ah ayuu daboolayaa waxaa kale oo insha allahu tacaala uu suuragal ah markii la dhiso wixii ka soo haraa mushaarkii iyo baahidii madarasada in dhismo dheeraada madarasada nafteeda loogu sameeyo oo meesha ay hadda ku taallaba garoofooyin dhaadheer laga soo taago oo qaarkoodba ay tijaari iyo beecsharo noqdaan qaarkoodna lagu akhristo dhul kaloo weyn oo bannaanka madarasada ay leedahay baa jira oo asagana la dhisi karaa intaasoo dhanba suuragal weeye jazaakumullahu khayr arrintaa aad ha loogu dhaganuglaado waad mahadsantihiin baarakallahu fiikum wajazaakum